اخبار اليوم. رحب معانا بالنجم، عايزين نقول المغربي المصري الجميل سعد المجرد، اهلا وسهلا بك المعلم في مصر. الله يبارك فيك، ثانك يو سو ماتش. مصر بجد الشعب المصري بيرحب بيك وبيقول لك مليون مبروك على الاغنيه وعلى الانطلاقه الجديده. عايزين نعرف منك سر الخلطه السعديه المجرديه اللي خلتك تكسب دايما النجاح والشهره. صراحة هو بساطة العمل، بساطة الكلمة واللحن والتوزيع، وطبعا الجمهور المصري معروف أنه شعب ذواق وبيدوق يعني الموسيقى من زمان بشكل رائع جدا، وهذا يعني هذا النجاح بفضل الجمهور الكريم. وأنا بشكر شكر خاص وحبي الكبير للجمهور المصري، فعلا thank you so much. سعد انت معلم واحنا بنك بنتعلم كلمه مصر مصريه بتتقال كتير، ما تخوفتش من قبل ما تنزل اغنيه اللي هي تلقى النجاح ده؟ كنت متوقع اولا النجاح ده؟ كنا زي ما بقول دائما كنا متفائلين هذا النجاح، لكن ما انتظرنا انه النجاح هذا يكون بهذه السرعه وبهذا الانتشار، يعني انتشر في مصر وفي العالم العربي كله. الحمد لله. انت معلم، انت اللي اخترت انت معلم ولا الموضوع الأغنية والكونسبت هو من ابتكار الفنان الموزع الرائع جلال الحمداوي. عايزين نعرف بقى بيحضر ايه الفترة الجاية؟ حضر أغنية جديدة من توزيع وألحان وكلمة نفس الشخص الأستاذ جلال الحمداوي، ستطرح إن شاء الله في شهر مارس. أغنيتك في 2016؟ الله يخلي لي الوالدين ديالي. رسالة لشعب مصر أخيرا. Thank you so much للجمهور المصري، وأنا بحبكم. Thank you so much.